أقول مين ممثل كان نفسه يتجوزني؟ نقرا العقب. آكل حتة لانشون. أحمد الفيشاوي. ده لانشون جميل. لا خدي ده بس بتعمل لحمة حلوة. لا شكرا. طب يلا السؤال اللي بعده. مين ممثلة ما بتعرفش تمثل؟ في كتير قوي. مين؟ اخد سيلفي مع الأبلة واكتب الوحيدة في مصر اللي أحلى مني. اخد سيلفي مع الأبلة واقول اللي هي الوحيدة أحلى مني. معاكي التليفون؟ معي. واو واو، شفتي حلوة ازاي؟ الله شكلي قمش. طب يلا السؤال اللي بعده. كارثة مخبيها على نور بنتي، وإيه العقاب؟ أكمل الفقرة لابسة منديل بقوية. حلوة، هو جايباه من الشاطبي. هاتي. لا واضح إن في كوارث كتير مستخبية. ده أكيد. دي هتضحي بجمالها وأنوثتها. حتى كده حلوة. طب يلا السؤال اللي بعده. مين مذيعة ما بطقهاش؟ أعمل بروات بالي. أوكي، شغل المزيكا. شغلي المزيكا. يلا يا شهوان دخلي البجعة. الله على البالي بالمنديلة بقوية. حلو كده؟ كده تجيب عقلي حلاوة. كمل البروتة. حلو كده؟ حلو. بجعة بجعة. بجعة فعلا. من سوء التالات بالمنديل اللي انت لابسه. قلت لك ان انا ما بعرفش ارقص. طب يلا خدي السؤال اللي بعده. مين ممثلة بتغير مني قوي؟ أكمل الفقرة حافية؟ أوكي، هكمل الفقرة حافية. واضح اللي بيغيله كتير. لا ما طلعتيش جريئة زي ما كنت فاكرة يا شيكا. لا أنا جريئة قوي، بس مش هتقدري تذيعي أي حاجة من الحلقة دي. لا عايزة ذي قلعي كذا. ممكن تقلعي فردة وتقولي حرف. مش عارفة أقلع الجزمة. اف أجيب لك حد من الجمهور؟ عصبية عصبية. كنت قلتي غادة عبد الرازق أسك. يا وعدي. يلا رجلي واحدة حلوة قوي. يلا رجلي يلا ناخد بقى السؤال اللي بعده. نمر التليفوني على الهوا دلوقتي وأفرح رجالة مصر. أرقص بلدي وأفرح رجالة مصر. هشغل المزيكا وهرقص من غير جزمة. يا أحلى حاجة. بفردة وفردة بالإشارة اللي معرفش جبتيه منين ده. يلا يا شهوانت يلا انزلي على البيست بقى عشان النقطة. هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هاي، هولا الطعمين علشان طعمين يتقلوا كده هاي، هما الحلوين علشان حلوين يعملوا كده هاي، هولا الطعمين علشان طعمين يتقلوا كده هاي، كده هاي، كده هاي، كده هاي، كده 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 كده. الله يسامحك يا اللي ببالي. مواهب مدفونة. يلا السؤال اللي بعده. أوحش حاجة في جسمي. العقاب. أنط الحبل. لا أوحش حاجة في جسمي صوابع إيديا. كفتة. كفتة. كفتة فينجرز. كفتة دي كفتة. أمال المدام اللي قاعدة هناك دي تعمل إيه؟
يلا السؤال اللي بعته. أحلى معاكسة قالت لي ومن مين؟ العقاب. أغني أغنية مهرجانات. أغنية إيه طيب؟ بنت الجيران، بس أنا معرفش أغنيها. بنت الجيران شغلان يا نعنيا، معرفش أغنيها. وإيه؟ حواليا إيه؟ وتجيني وتلاقيني لسه بخيري، فانت لسه بخيري أنا زي غيري ما فيش، معرفش الكلمات. طب ما أنت حلوة. طلعي بقى على دي جي ساسو يعمل لك بقى ألبوم. ايوه ساسو دي جي ساسو. هموت واعرف مين اللي بتقولها دي. مجننه رجاله مصر كلها. طب يلا اخر سؤال. اخر مره شتمت مين وقلت له ايه؟ ده على طول بشتم. طب العقاب اقلد فيفي عبده. I love you love me back خمسه موا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت ما تخليش حاجة تفوتك.